حدراف التلقى بالجهه اليسرى، مشى زكريا حدراف ديفونس اللي فايدت فريق الرجاء. زكريا حدراف شو غادي يعمل بامكانه انه مرات ترفع الكره فرصه. الهدف الاول، الهدف الاول لفائده فريق الرجاء. زكريا حدراف بغى يمرر ولكن الكره كتعانق على الشباك. 1-0 لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. كان مرتد هجومي سريع هادو اللاعب زكريا حدراف اللي كيوضع الكره في شباك الحارس رضا بولاقا. ويمكن نقول بانه صمت رهيب في المدرجات بالمقابل فرحه كبيره لجماهير فريق الرجاء. هدف اللي كيجي في حدود الدقيقه 23 في الوقت اللي تحدد على زكريا حدراف اللي انتقل للدوري السعودي. وبالتالي اكيد كنت توديع الجماهير ما يمكن يجي الا بطريقه يعني وبنهايه سعيده. نتابعوا التمريره كانت ممتازه بالخارج الرجل، ولاحظوا كذلك كانت تبويه من المدافع، وبالتالي الكره تعانق الشباك.